أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من الجزء الثالث من برنامج أسئلة جريئة وأجوبة في الصميم الذي نرد به على قناة الحياة، ونعالج في هذا الجزء الثالث موضوع حقيقة الجنة في الإسلام. وفي الحلقتين السابقتين كنا نفند ما زعمه السيد وحيد من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد أمامه مرجعا غير الكتاب المقدس كي يقتبس منه ما جاء في القرآن الكريم عن قصة آدم. واخترع السيد وحيد نظريته هذه معتمدة على ما جاء في القصة القرآنية والقصة التوراتية من بعض الأمور المتشابهة، ولكنه لم يدرك أن القصة التوراتية هي قصة مهلهلة لا تقف لا على قدم ولا على ساق، فهي تحتوي على كثير من التناقضات، وقد ذكرنا سابقا خمسة من هذه التناقضات، مما يجعل أي عاقل يحجم عن تصديق هذه القصة، ناهيك عن أن يقتبس منها شيئا. فالقصة التوراتية تزعم أن آدم قد خلق في اليوم السادس من خلق الكون، ورغم أن كانت المسيحية بيزعموا أن اليوم لا يعني 24 ساعة، إلى أن الكتاب المقدس يقول بعد كل يوم: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا، وهكذا، وثالثا إلى اليوم السادس الذي خلق فيه آدم. وكلمة مساء وردت 139 مرة في الكتاب المقدس، وكلمة صباح وردت 169 مرة، وفي كل هذه المواضع لا تعني سوى مساء وصباح اليوم الذي نعرفه والذي يتكون من 24 ساعة. وعلى هذا يكون آدم قد خلق بعد مرور خمسة أمسيات وخمسة أصباح، مما يتناقض مع ما أثبته العلم والتاريخ من حقائق عن وجود الجنس البشري. كذلك يذكر الكتاب المقدس أن الله خلق آدم وحواء وحدهما، ومع ذلك حين تكلم عنهما لم يستخدم صيغة المثنى، وإنما استخدم صيغة الجمع، مما يشير إلى وجود مخلوقات بشرية غير آدم وحواء، وهذا يعتبر تناقضا في القصة التوراتية. اللهم إلا إذا كان بقى الروح القدس اللي كان بيملي الكلام ده ما بيعرفش يفرق بين المثنى والجمع. ويذكر الإصحاح الأول من سفر التكوين أن الأعشاب والأشجار خلقت في اليوم الثالث، بينما يذكر الإصحاح الثاني أنه حتى اليوم السادس الذي خلق فيه آدم لم يكن كل عشب الأرض قد نبت بعد، ولم يكن في الأرض أي شجر. كذلك يذكر الكتاب المقدس أن جنة عدن التي عاش فيها آدم كانت في الشرق من سيناء، بينما تقع عدن في الجنوب، وبالتالي فإن الإنسان لا يعرف على وجه التحديد أين كانت جنة آدم التوراتية. وأخيرا يذكر لنا الكتاب المقدس أن نهرا واحدا كان يخرج من جنة آدم ثم يتفرع إلى أربعة أفرع، أحدهما غير مفروع معروف الآن، والفروع الثالثة الأخرى هي النيل الأزرق اللي بينبع من بحيرة إتنا في الحبشة، ونهر دجلة، والفرات اللي بينبعه من جبال تركيا وهضبة أرمينيا. ومن الواضح أن اللي كتب قصة آدم التوراتية لم يكن لديه أي علم عن جغرافية المنطقة. وفي الحلقة السابقة ذكرنا أن كتب التفسير الإسلامية لا تخلو من بعض التناقضات هي الأخرى، وهذه الكتب هي التي تعتمد عليها قناة الحياة في هجوم على الإسلام ومحاولة تصويره بأنه دين يتناقض مع المنطق ويتعارض مع الفطرة السليمة. وذكرنا أنه من الخطأ أن تتصيد قناة الحياة والعاملون فيها بعض التفاسير التي تتناقض مع بعضها أو تتعارض مع تفسير الآيات الأخرى من القرآن الكريم، فتتشبث بهذه التفاسير الخاطئة وتسقطها على القرآن الكريم. ويزعم مقدم البرامج في قناة الحياة أن من تقوه هم من كتب التفسير هو المعنى الوحيد الذي يقول به القرآن المجيد، وحجتهم التي يحتجون بها
أنهم ينقلون من كتب المسلمين. ولو كانوا يريدون فعلا أن ينقلوا الحقيقة للمشاهد لكان لزاما عليهم ألا يعرضوا فقط التفاسير التي تسيء إلى الإسلام. والآن ونحن في القرن الحادي والعشرين وبعد أن أصبحت جميع آراء المفسرين متاحة لنا ونستطيع أن نفرق بين الغث والسمين ونختار بين الخطأ والصحيح، يكون من السخافة والجهل أن يتمسك أحد بالغث من التفسير أو يصر على الخطأ من أقوال المفسرين. وللأسف فإن هذا هو ما تفعله قناة الحياة، ولا تقوم برامجها إلا على هذه التفاسير الخاطئة والأقوال التي تتعارض مع العقل والتي تتناقض مع الآيات القرآنية الأخرى. ونعود إلى قصة آدم عليه السلام كما جاءت في القرآن المجيد لنكمل ما بدأناه في الحلقات الماضية. فنجد أن القرآن المجيد يحذر المؤمنين في الآية 27 من سورة الأعراف ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ومن الواضح أن القرآن المجيد بيحذر الناس من أن فتنة الشيطان تعني نزع اللباس عنهم، كما يذكر أيضا أن آدم وزوجه كان يرتديان لباسا وأن الشيطان نزع عنهما لباسهما هذا. فهل ينزع الشيطان عنهما لباسا ماديا؟ بالطبع لا، فالشيطان لا ينزع الألبسة المادية من على أجساد الناس، فلا شك أنه لباس معنوي ذلك الذي ينزعه الشيطان على الإنسان الذي يقع ضحية لفتنته وخداعه. فما هو ذلك اللباس الذي يمكن أن ينزعه الشيطان على الإنسان؟ يقول الله تعالى في الآية التي قبل الآية السابقة مباشرة، يعني الآية رقم 26، بيقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إنه لباس التقوى الذي يمكن أن ينزعه الشيطان عن الإنسان، وذلك عندما يستجيب الإنسان لدعوة الشيطان ويقع في هوة الإثم والتمرد على أوامر الله تعالى. ولكن هذا أمر لا يقع فيه الأنبياء أبدا، فهم لا يعصون الله أمر الله عن قصد ولا عن سوء نية، ولكنهم يمكن أن يقعوا في الخطأ عن طريق النسيان أو الخطأ غير المقصود. وهذا ما حدث لآدم عليه السلام، لقد أخطأ في اجتهاده بعد أن نسي ما حذره الله تعالى منه، خاصة وقد قاسمهما الشيطان إنه لمن الناصحين، أي أقسم لهما بالله أنه صادق في نصحه لهما. وكان آدم حريصا على أن يجعل لدعوته الخلود والنجاح، فهذا ما يسعى إليه كل نبي. فنسي آدم ما حذره الله منه، ولكنه لم يكن يعزم على ارتكاب المعصية. يقول تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي أن الله تبارك وتعالى بيحذر رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتعجل نزول القرآن، وبالتالي لا يتعجل وقوع النصر الذي وعده الله به. ثم يذكر ما حدث لآدم وأن رغبته في خلود دعوته واستعجاله للنجاح الموعود قد أنساه ما عهد إليه الله فوقع في المعصية، ولكنه لم يكن عازما على مخالفة أمر الله تعالى. دلوقتي بقى عايزين نسأل سؤال، هل كل خطأ يستجلب غضب الله؟ الأخوة المسيحيون يريدون أن ينسبوا الخطأ إلى كل إنسان عدا يسوع، ولكنهم لا يفرقون بين الخطأ الذي يرتكب عن قصد وسوء نية والخطأ الذي يرتكب نتيجة للنسيان أو الخطأ في الاجتهاد بالرأي. إن الأخطاء التي ترتكب عن قصد وسوء نية هي فقط التي تعتبر ذنوبا وآثاما، وهذه هي التي تتسبب في غضب الله تعالى على الإنسان وفي عقابه ما لم يتقبل الله تعالى توبته. أما الأخطاء التي ترتكب نتيجة للنسيان أو الخطأ في الاجتهاد فلا تستنزل غضب الله على الإنسان، أو على الأقل لا تستنزل غضب الله الذي يعرفه الإنسان المسلم
أما الإنسان المسيحي بقى بيؤمن بإله، بيؤمن بيسوع، حاجة تانية ما نعرفش. وهذه الأخطاء التي لا ترتكب عن قصد ولا ترتكب نتيجة تذمر أو تمرد لا تعتبر إثما ولا ذنبا. صحيح أنها معصية لأنها قد تكون مخالفة لأمر الله، ولا شك أنه قد يكون لهذه الأخطاء نتائج تضر بالشخص الذي يرتكبها، ولكنها في جميع الأحوال عند الله الحليم الرؤوف الرحيم لا تعتبر إثما يستحق المرء عليه العقاب. فمثلا قد يخطئ الإنسان أثناء تسلقه شجرة معينة ويظن أن فرع الشجرة الذي يقف عليه يمكن أن يتحمل وزنه، ولكنه يخطئ في اجتهاده وتقديره فينكسر الفرع الذي يحمله ويسقط المرء على الأرض ويناله الأذى. ولكن هذا الأذى ليس عقابا له من الله تعالى، ولا يستجلب فعله هذا، لا يستجلب فعل الإنسان هذا غضب الله عليه، بل هو النتيجة الطبيعية التي ترتبت على سوء تقديره. ودي اللي بتحكمها القوانين الطبيعية بوجه عام، واللي بيخضع فيها لها الإنسان المسلم وغير المسلم، المؤمن والكافر، الصالح والطالح وكل حاجة. كذلك إذا أكل الإنسان طعاما محفوظا مثلا في علبة معدنية ونسي يقرأ موعد انتهاء صلاحية الطعام المحفوظ، وما كانش يعرف أن صلاحية الطعام انتهت من زمن طويل، النتيجة الطبيعية لعمله ده أنه قد يصاب بأذى نتيجة لتحول ذلك الطعام إلى سم قاتل، وقد يموت ما لم يقدم له العلاج اللازم. إنما عمله ده لا يستجلب غضب الله تعالى عليه ولا يستحق عليه العقاب. وأما الشخص الذي يتناول السم بنية الانتحار وبقصد أن يقتل نفسه فإنه أيضا يصاب بأذى وقد يموت ما لم يقدم له العلاج اللازم، غير أن عمله هذا يستجلب غضب الله تعالى عليه ويعتبر إثما وذنبا يستحق عليه العقاب. فالله تعالى بيحاسب الناس بحسب نيتهم، لأنه هو وحده سبحانه الذي يطلع على ما في القلوب، وهو وحده الذي يعرف ما تحدث به الإنسان نفسه. وقد فسر بعض المفسرين كلمة السوءة على أنها تعني العورة، مع أن كلمة السوءة لا تعني العورة، ولكن يمكن أن يكنى عن العورة بلفظ السوءة. وأما معنى السوءة كما يقدمه قاموس لسان العرب فهو كما يلي: والسوءة السوءاء الخلة القبيحة، الصفة القبيحة يعني، وكل كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة فهي سوءاء. ده لسان العرب جزء 1 صفحة 95. ولعل بعض المفسرين قد أخطأوا حين أولوا قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فقالوا إن السوءة هنا تعني العورة، بينما تعني السوءة هنا كل قبح في الجسد وكل عيب في الجسم، لأن الله لم يجعل اللباس من أجل تغطية العورة فقط. وبهذا المعنى العربي لكلمة سوءة نفهم أن العمل الذي قام به آدم عليه السلام ناسيا ما عهد الله به إليه هو سوء في ذاته، وقد أدرك آدم وزوجه خطأهما، أي بدت لهما سوءاتهما. وأما اللباس الذي نزعه عنه الشيطان فيمكن أن يكون لباس الأمن الذي كان ينعمان به وهما في الجنة، أو يكون لباس الطمأنينة الذي كان يشعران به في جنة قدر الله لهما ألا يجوع فيها ولا يعريا وألا يظمأ فيها ولا يضحيا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنواعا عديدة من الألبسة، إذ يقول جل وعلا: 1- يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وده هو اللباس الذي يرتديه الإنسان ويواري به عيوب جسده كما يغطي به أيضا عوراته. 2- فكفرت بأنعم الله، قرية كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا لباس الجوع ولباس الخوف اللذان يكسو بهما الله تعالى من يكفر بأنعم الله، فهذان اللباسان يعبران عن حالتي الجوع والخوف
اللتين تصاب بهما أمة من الأمم، وهما عقاب من الله تعالى على الكفر بنعمة الله. ثلاثة، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. هذا اللباس هو لباس الليل الذي يخلد فيه الإنسان إلى الراحة وينعم فيه بالنوم والسكينة. أربعة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا في الآية دي المرأة بمثابة اللباس للرجل، فتمنحه الدفء وتكون سترا له فتغطي عيوبه، والرجل أيضا يكون لباسا للمرأة فيمنحها الأمن والأمان ويكون سترا لها ويغطي عيوبها. خمسة، ولباس التقوى ذلك خير. وأخيرا وليس آخرا يأتي اللباس الذي هو خير، وهو لباس التقوى. وعلى هذا من الخطأ الواضح أن يقصر المفسرون معنى اللباس على الرداء الذي يرتديه الإنسان، فيزعمون أن الشيطان نزع عن آدم وزوجه الرداء الذي كان يرتديانه، أو يزعمون أن هذا اللباس كان من نور أو من أظافر تحجب العورة كما قال ابن كثير في تفسيره. وخلاصة القول في موضوع الجنة التي عاش فيها آدم عليه السلام أن الله خلق في النفس شهوات وغرائز ونوازع لتدفع الإنسان إلى التقدم والرقي، فهذه الشهوات والغرائز في حد ذاتها ليست فاسدة ولا سيئة، بل هي مفيدة وضرورية ولا بد من وجودها لفائدة الإنسان نفسه. فلو لم تكن شهوة الجنس موجودة لما استطاع الإنسان أن يحافظ على استمرار نوعه، ولو لم تكن شهوة حب النفس موجودة لما استطاع الإنسان أن يحافظ على حياته ولا أن يعتني بنفسه، ولو لم تكن شهوة التملك موجودة لما استطاع الإنسان أن يحافظ على بيته وأمواله وأولاده، ولو لم تكن النفس تواقة إلى اللذات لما استطاع الإنسان أن يتناول أطايب الطعام وأنواع الشراب والعصائر، ولكان مثل البهائم التي تأكل نفس العشب كل يوم طول أيام حياتها. فهذه الشهوات ضرورية لحياة الإنسان، وهي من نعم الله تعالى عليه، وهي في ذاتها خير لأنها تفيد الإنسان وتفيد المجتمع الذي يعيش فيه، ولكن سوء استخدامها هو الذي يضر ويسيء إلى الإنسان وإلى المجتمع. فهي تمثل السيارة الآن، تساعد على انتقال المرء من مكان إلى مكان بسرعة وبراح، ولكن سوء استخدامها يؤدي إلى عواقب وخيمة للفرد وللمجتمع. وإذا نظرنا حولنا فيما خلق الله للإنسان لوجدنا أنه سبحانه قد سخر للإنسان كل شيء، فنعمه أكثر من أن تعد أو تحصى، ولكن سوء استخدام الإنسان لهذه النعم هو الذي يضره ويجلب عليه الخسران. النار تحرق وتدمر وتخرب عند إساءة استعمالها، ولكنها تعطي الدفء عند شدة البرد، وتدير الآلات الضخمة من أجل زيادة الإنتاج. وهكذا الشهوات والغرائز والنوازع إذا استعملها الإنسان الاستعمال الصحيح عاش حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أساء استعمالها انقلبت حياته إلى هم وغم وعاش في خزي وهوان في الدنيا وفي الآخرة. أما هي في ذاتها فهي من نعم الله تعالى وفضله، وبدونها لصار الإنسان مثل الحجر الأصم الذي يظل على حاله لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع. ولذلك حين خلق الله الإنسان وخلق له هذه الشهوات والغرائز وأعطاه هذه النوازع والدوافع، أعطاه أيضا شريعة تنظم له كيفية إشباع هذه الشهوات، وحذره أن يقترب من سوء استعمالها، وعبر عن ذلك كناية بوصف الجنة. فشريعة الله وقوانينه جنة، وهي تحتوي على كثير من الأوامر والنواهي التي تنظم حياة الإنسان القائمة على حسن استعمال هذه الشهوات والغرائز والنوازع والدوافع. ويمكن تشبيه الأوامر دي والنواهي بالأشجار المتفرعة، فهذه مثلا مجموعة الأوامر التي تختص بالعبادات، أو نقول عليها شجرة العبادات، وهذه مجموعة الأوامر التي تختص بالمعاملات يعني شجرة المعاملات، وهذه مجموعة الأوامر التي تختص بشؤون الزواج والأسرة وتربية الأولاد يعني شجرة
الأسرة. وهذه مجموعة الأوامر التي تختص بأمور الميراث، يعني شجرة الميراث. وهذه أيضا مجموعة النواهي والمحرمات التي يجب تجنبها حتى لا يضر الإنسان نفسه، أي الشجرة المحرمة. وكل هذه الأشجار تحتويها الشريعة، يعني تحتويها الجنة التي عندما يعيش الإنسان في ظلالها فإنه يعيش في نعيم مقيم ويحيا في أمان واطمئنان. ولما قال الله تعالى لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، كان بيخاطبه بأسلوب مجازي جميل، فقد هيأ له مكانا جميلا وافر الخيرات ليعيش فيه وسماه جنة، وهيأ له شريعة تنظم أموره أمور حياته وسماها برضه جنة، وقال له أنه يستطيع أن يشبع جميع شهواته ويرضي جميع غرائزه، يعني يأكل من جميع أشجار جنة الشريعة كما يأكل من جميع أشجار الجنة اللي كان بيسكنها، فيستمتع باللذات التي خلقها الله تعالى له في جنته اللي بيسكنها إذا اتبع الطريق الصحيح اللي عرفه الله تعالى إياه في جنة شريعته. ثم حذره من الاقتراب من الشجرة المحرمة، يعني من مجموعة النواهي والمحرمات أو حدود الله التي يجب ألا يقترب منها الإنسان، كما يقول تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا عاش الإنسان في ظلال جنة الشريعة دي وأكل من جميع أشجارها ما عدا الشجرة المحرمة فإنه يشبع غرائزه ويستمتع بحياته ويعيش مستورا بمحبة الله وينعم بقربه فيصبغه الله بصبغته، اللي بيقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ويزوده بزاد التقوى زي ما بيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويكسيه أيضا بخير لباس وهو لباس الرحمة والمحبة والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك طالما بقي الإنسان في هذه الجنة يقول الله تعالى له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أما الخروج من هذه الجنة فهو يؤدي إلى المعاناة والشقاء، ولذلك يقول تعالى لآدم وزوجه وإلى الإنسان عامة من خلالهما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولكن مع مرور الزمن يحدث أن ينسى الإنسان بعض الأمور، وقد يجتهد في تفسير بعض الأوامر فيخطئ، ولكنه ليس خطأ تعمد ولا خطأ تمرد، وإنما خطأ نسيان دون قصد. وهذا هو ما صدر عن آدم عليه السلام إذ يقول تعالى عنه ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، أي أنه لم يكن يقصد أن يرتكب المعصية وإنما فعلها من باب النسيان، ولم يكن له عزم على ما فعل، فقد كان يود الخلود لرسالته ويبتغي النجاح في مهمته وهي تحقيق الخلافة في الأرض، فلهذا خلقه الله وجعله خليفة في الأرض. وعندما يتبين للإنسان أنه أخطأ حتى ولو بدون قصد، ويتضح له أنه عصى أمر الله حتى ولو بغير تعمد، فإن الإنسان السوي يخجل من معصيته ويستحي من خطئه ويعتبره عورة ينبغي أن يخفيها، ويسأل الله تعالى أن يستره ولا يفضحه. وهكذا إذا نزع عن الإنسان لباس التقوى تظهر سوءاته وعوراته، فيسرع بتغطية تقصيره ويهرع إلى أوامر الله تعالى، أي الأوراق شجرة الاستغفار ليغطي بها سوءاته. فالاستغفار يعني طلب التغطية، فيطلب من الله تعالى المغفرة والرحمة. ولذلك يقول تعالى فأكلا منها من الشجرة المحرمة فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة لقد زال عنهما لباس الأمن فبدت لهما سوءات المعصية التي كانت بغير قصد وبسبب النسيان، فطفقا يسألان الله تعالى المغفرة لكي يغطي خطأهما ويعيد إليهما لباس التقوى. فالعودة إلى ارتداء لباس التقوى هي التوبة، وإعادة لباس التقوى إلى الإنسان هي قبول توبته من الله تعالى. ولذلك قالوا هما الاثنين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتقبل الله تعالى توبتهما وأعاد لهما لباس التقوى، إذ يقول سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهكذا أصبحت القصة كلها عبرة وموعظة لبني آدم بوجه عام، كي يكونوا على حذر من فتنة الشهوات والغرائز، فلا يسيئون استعمالها، فهي كالنار تفيد إذا أحسن الإنسان استعمالها، وتحرق وتهلك إذا أساء الإنسان استخدامها. ونفس الشهوات والغرائز دي هي التي تسبب السعادة واللذة والنعيم للإنسان، تتحول فتكون شيطانا يسبب الخزي والهوان والهلاك للإنسان. ولذا يحذر الله تعالى بني آدم فيقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي لباس الأمن والطمأنينة، ليريهما سوآتهما. وهنا يمكن لمحة تبين حكمة العقاب والغرض منه. فالغرض من نزع لباس الأمن ليس هو الانتقام أو التشفي أو إيقاع الضرر، وإنما ليريهما سوآتهما، أي لكي يرى المخطئ نتائج خطأه قبل أن يراها الآخرون، ويدرك المسيء عواقب إساءته قبل أن يفتضح أمره، فيعمل على تدارك الأمر ويلتمس تغطية تلك السوءة بالتوبة والاستغفار، أي بطلب استعادة لباس التقوى لكي يغطي به تلك العورة التي بدت له فلا تظهر أمام الآخرين. غير أن قبول التوبة ومغفرة الخطأ غير المقصود لا يمنع من أن يتحمل الإنسان نتيجة خطأه في الدنيا حسب القوانين الطبيعية اللي وضعها الله سبحانه وتعالى. فكما سبق ذكره، إذا تناول الإنسان طعاما مسموما عن طريق الخطأ فإنه يصاب بالأذى وقد يموت ما لم يعالج، ولكن الله لا يعاقبه على خطأه. وأما إذا تناول الإنسان سما بنية الانتحار فإنه يصاب أيضا بالأذى وقد يموت ما لم يعالج، ولكنه يستجلب عقاب الله تعالى ما لم يقبل الله توبته ولكي يتعلم بنو آدم هذا الدرس، كان على آدم أن يخرج من الجنة ويفقد حياة الأمن والطمأنينة التي كان يتمتع بها في الجنة، ويبدأ حياة المعاناة والشقاء التي حذره الله منها، زي ما قال له: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. غير أن سبحانه غفر له خطأه وقبل توبته، فلا عقاب له ولا غضب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما أعظم هذه التعاليم، وما أسمى هذه المفاهيم، وما أرفع هذه التوجيهات، وما أنبل هذه الإرشادات، وما أحلى هذه الاستعارات، وما أروع هذه الكنايات، وما أجمل هذه التشبيهات التي تعطي الكلام روعة وحلاوة وتكسبه جمالا وطلاوة. ولك يا سيد وحيد أن تقارن بين قصة آدم في القرآن المجيد بما تشمله من تعاليم ومفاهيم، وقصة آدم في الكتاب المقدس بكل ما فيها من تناقضات وكل ما عليها من مآخذ، وكل ما تنسبه لله تعالى من مطاعن، وكل ما تحتويه من أساطير وخرافات. ولعلك ترى بعد كل هذا الشرح والتوضيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل قصة آدم من التوراة. فإن لم ترى هذه الحقيقة أنت وإخوانك المتنصرون، فلن نملك لكم شيئا سوى أن ندعو الله أن يرزقكم عيونا تبصرون بها، وآذانا تسمعون بها، وقلوبا تفقهون بها، وعقولا تفهمون بها، فالله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. وإلى أن نلتقي مرة أخرى يا حضرات المشاهدين، لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.